الانفعالات القوية في بعض المشاهد دي كانت دموع حقيقية ولا دموع جريسلين؟ أنا عمري ما حط جريسلين، أنا مش يعني سامي كذا مرة يقول لي حطي جريسلين بيبقى مستعجل، ليفر أبدا أبدا أبدا. يعني كله دموع حقيقية يا هلا؟ أبدا، أنا أتحدى أي مخلوق يقول أي شط في حياتي إن أنا حطيت جريسلين، أنا ضد القصة يعني دي. الصح ده طبيعي، وبعلق الدمعة، يعني أنا عندي قدرة إني أعلق الدمعة في مشهد اللي هو اللي أنا بروح لأخويا لما بكتشف الوضيع ده فتوح فتوح، أنا مش رايحة أعيط له لأن هو مش هيفيدني بحاجة، بس أنا مجروحة وصعبان عليا إن أخويا يبقى بالأخلاق دي. هتلاقي المشهد كله أنا معلقة الدمعة، الدمعة موجودة بس معلقاها. ايه ده، وتعلمت الكلام ده فين؟ سنين يا منى. بصي اللي هنا دي متعلقة اللي في العين اليمين لغاية آخر المشهد هتفضل متعلقة. سبت له ايه؟ وزاد لا يمكن تعمل كده. هو انت تعرفها اصلا؟ امها لما ماتت وسابتها لك امانة عملت لها ايه؟ عمرك اتكلمت معاها؟ عمرك سمعتها؟ عمرك علمتها ايه الغلط وايه الصح؟ سبتها في الشوارع، البنت طلعت تربيتها سوى زيك بالظبط، تربية شوارع، الشوارع اللي انت رميت البت فيها وسبتها تروح وتخرج وترجع اخر الليل زي الصبيان. ملوش فايدة الكلام خالص، الله بينا حق. روح لم لحمك، ما بقتش لحم هنا يا فتوح. يعني نقيس كل ادوارك اللي فاتت بقى، مش جعفر العمدة، كل ادوارك السنين اللي فاتت اللي فيها انفعال دي عمري. وساعات بيبقى في راكور انه الدمعه برضو تبقى متعلقه. لا ما تقوليش بتراكوري، براكور الدمعه. عندي القدره دي. اللي زيك هلا فعلا يمكن يبقى عنده حق احيانا انه يحس انه هو مش موجود في مكانه الصح. بس ده احساس عابر، ممكن انت بس اللي تكوني حساه، انما اللي بيتفرج واللي بيتابع واللي بيشوف واللي بيفهم لازم يدرك ان احنا عندنا ممثله عظيمه اسمها هاله صدقي. من غير اي اضافات اورجانيك. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.